بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والدين وما تدري التربيه الاسلاميه وعلى زوجك لعبتك في العبادات الجاره عن الزكاه وعلى مسرح حنين موضوع لها الزكاه او زكاه الخارج من الارض سكنا الزكيه وحبوك الصبح ما انت تشكي ان شاء الله تعالى وحبك كهر لطماع سكات الذهب والفضه والنقود زكاه الزكيه ذهبك هي فضه هي وعليها ثلاث اوراق مركا الذهب والفضة والله شيء مركب انه استعمال شيء العلاها وعلاها فرائية بعدين تبع مقريان اما عصمانية طويلة وقيمة دوها مركا وحي مقاد لدوها زكاة الذهب والفضة والنقود سيكرا واحد يسوها الكرا اللي يسوها الكرا الأثمان انت وحي وقلوب
النساء الذهب والفضة والورود. هكذا إذا كبرت القرية ذهبك سلطان يوم محمد رضي الله لعبت عن سلطان. حنقول الآن شهر مع نصاب كان قدر أشتري بيسك من قريب هي واحد يعني واحد ويا كبحر. وحنقول لنا ذهب مثل سجل بيسك من الله 20 مثقالا لغات مثقال أي يكون ولا يشتري بيسك لغات كم مثقال وحي حالة جرامات كم جرام هذا المستعمار ما يكون الماء 85 شمية 60 جرام. مركب ذلك وقفه هستا هديه قالوا يعني واحد ويان لبعض المثقال أما شمية 60 جرام هديه قالوا ذهب كاسوك المقر ياسر البيس وسكت الأخوية رأي حالة الحميات وحالة الحميات وقل كيما أفر أفر هي الله يكون من ضرر مركعة حيث تطور